هو السؤال الأول مع وازع الهشال. السؤال هذا سهل جدا وهدية. أعطوني سؤال وازع. سؤالك يقول: يرزقني رزاق الحياة بجحرها لا خايلة برق ولا هي بحايلة. لمن؟ صياف الحربي، بندر بن سرور، حميدان شويعر، حجر في الذويبي. عينك على الشاشة يا وازع. هاشتاج؟ نروح للهاشتاج. نروح للهاشتاج. مهذل زعلان يقول: ليش تروح للهاشتاج؟ السؤال جدا سهل. قد يكون السؤال السهل عندك هو صعب عند غيرك يا مهذل، والعكس صحيح. نروح للهاشتاج بزنس 84. نهدي يا جماعة، تراكم مراقبين من خلال الكاميرات اللي موجودة في الكنترول. نهدى شوي، نحدث التاج، وعلى بال ما توصل الإجابة للي حاب يساعد وازع كذلك نقرأ جزء من تعليقاتكم. مريم تقول: للحين ماني مستوعبة كيف علي إبراهيم. كيف علي إبراهيم؟ ها؟ أنا أقول كيف علي إبراهيم، يجاوب سلطان النواف. ليش؟ في غلط في الموضوع. علي تفضل قول ليش علي إبراهيم؟ ها؟ إذا مكسور. راد الله، هذه مشيئة الله سبحانه. راد الله دخل. أهم شيء لا يكسر قلوب محبيه بخروجه. طيب طيب يا جماعة، أبو بندر سلطان أرجوكم، لو سألت أحد أنا أثناء قبل لا يجيب الوازع أتمنى ما حد يشارك، نحافظ على الهدوء يا جماعة عشان ما حد يرمي إجابة. يلا قول يا وازع، ثبت وثبت. دقيقة يلا ثبت. هد تقول حجرة في الذويبي، مع أو ضد؟ مع. أعطوني حجر في الذويبي، ثبتوني الإجابة. أعطونا الصناديق الوازع. أعطونا الصناديق الوازع يا جماعة. 21. 21. 900 نقطة لك منها. 450 نقطة يا وازع. مناحي الأسلمي جاهز؟ توكلنا على الله. أعطوني سؤال مناحي، وسؤالك مناحي في الأدب كذلك. يقول: شاعرة عربية مشهورة أطلق عليها لقب شاعرة الطبيعة، نازك الملائكة، عائشة التيمورية، رابعة العدوية، أو باتة اليدالي. نازك الملائكة. مثبت؟ ثبت. ثبتولي على نازك الملائكة. الجولة الأولى إجابتك غلط صح؟ غلط. ولا اخترت وسيلة مساعدة؟ تتوقع وأنت ما اخترت وسيلة مساعدة في الجولة الثانية أن إجابتك صحيحة؟ قد يكون. قد يكون. أعطوني إجابة مناحي. محمد بندر جاهز؟ جاهز. اليوم سؤال محمد بندر على الشاشة لو تكرمتوا. يا جماعة الخصم حنشغله يا أبو مسفر لو تكرمت. الخصم حنشغله لو تكرمتوا يا جماعة. تفاعلوا مع جواب زميلكم سواء فرحتوا ما فرحتوا، ولكن أثناء ما بقول السؤال يمنع الحديث أو الحديث الجانبية، أرجوكم رجاء خاص. طيب سؤال محمد بندر يقول: ما معنى الكلالة في الآية الكريمة؟ وإن كان رجلا يورث كلالة. يورث كلالة يورث معناه لبيه يورث ولا يورث يورث كلالة معناها ميت ترك البنات فقط، ميت لا ولد له، لم يترك والدا ولا ولدا، ميت بلا أقارب. طيب وضح لي كلالة وش ولا مع السؤال هذا. هو ايش معنى كلالة؟ عطني هاشتاج. هاشتاج نروح للهاشتاج.
نروح للهاشتاج البزنس 84. هنا ركان يجاوب على السؤال اللي قبل يقول صياف الحربي. الحمد لله ما اخذنا جوابك يا ركان. هذا اللي قبل اسبوعين راح. طيب يا جماعه ارجوكم رجاء خاص، انا لا اريد ان اسمع الا محمد بن بندر فقط لو تكرمتوا، الا لما اوجه حديث لشخص معين ولا عليكم امر عشان عدالة المنافسة يا جماعة. طيب هنا عروب تقول الله يستر على وازع يا رب ويرجع أول واحد، توترت لا يبقى آخر شيء نفس الأسبوع اللي طاف. يمه حاطة قلبين مكسورة، قلبين مكسورة كاتبة يمه. طيب قول لي ثبت وثبت يا قلبي يا أبو بندر. ثبت يا بناي دقيقة. ثبت بس ثبت عند الجواب الصحيح. انا ثبت حسب ما تقول انت. ثبت على اعلان عارف حظي. ثبت علي ثبت. شين الغامدي لم يترك والدا ولا ولدا. يا معها معها معها. اعطوني الاجابه واعطوني المؤشر. اعطونا الصناديق لابو بندر. شكرا والله يا شين الغامدي. صناديق لابو بندر اختر قيمه يا محمد. اعطنا ها عطرة 22. 22 اكشفوا عن القيمة. 700 نقطة لك منها 350 نقطة. كم؟ السؤال عند سلطان. السؤال عند سلطان بن دويحس. جاهز يا سلطان؟ اعطوني سؤال سلطان على الشاشة. سؤالك يا سلطان يقول: من هو الصحابي الجليل صاحب لقب ترجمان القرآن؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن قيس. عبد الله بن عباس. ابن عمر؟ بن عباس. ابن عباس نثبت؟ ثبتوا لي على عبد الله بن عباس. ما تمنيت انك تستعجل يا سلطان، اعطوني الاجابه. اعطونا الصناديق لسلطان واختر قيمة يا سلطان. رقم 10. 10؟ نعم. ثبتوا لي على 10؟ 900 نقطة ما شاء الله تبارك الرحمن. 900 نقطة في جيب سلطان بن دويحس. نشوف علي وش يقول. علي اعطوني سؤاله يا جماعة. سؤالك يا علي: لماذا يقطف المزارعون الثمار المعدة للبيع فجرا؟ لماذا يقطف المزارعون الثمار المعدة للبيع فجرا؟ تجنبا لحرارة الشمس، اقتصادا للوقت، حفاظا على وزنها للوصول باكرا للسوق. للوصول باكرة للسوق. للوصول باكرة للسوق نثبت؟ ثبت ثبت. عينك على الشاشة يا علي. ثبت. هذا السؤال قد يصل بك باكرا الى البيت. اعطوني الإجابة. على وزنها. حفاظا للوزن. حفاظا على وزنها. جاهز نواف بن فرزان؟ اعطوني سؤال نواف بن فرزان اخر سؤال في الجوله الثانيه. نهدى. سؤالك يقول: في الرياضه كم مره حددت ركلات الترجيح او حددت ركلات الترجيح مصير نهائي كاس اسيا؟ 3، 4، 2، 5 مرات. كم مره حددت ركلات الترجيح مصير نهائي كاس اسيا؟ هاشتاج. نروح للهاشتاج وعشان الجمهور يكون في الصورة. أبو ربيع الله يهديك. أبو ربيع حبيب قلبي، السؤال هذا: كم مرة حددت ركلات الترجيح مصير نهائي كأس آسيا أي المباراة النهائية يوم تلعب؟ ممتاز ممتاز أبو ربيع. وراء ما
نفسك على اسيا اللي هي ركلات الترجيح اللي تكون في النهائي. كم مره عددت بطل ما حد طلب رايك يا ابو دوحش. طيب نهدأ نهدأ بس نهدأ ابو بندر نهدأ نهدأ يا جماعه. السؤال عند نواف بن فرزان لو تكرمتم. طيب نقرا من التاج على بال ما توصل الاجابه. حتى الناس مجاوبين هنا نوت الحرب تقول حفاظا على وزنها يا علي. هنا ساره تقول علي ليه ما يطلب مساعد اذا ما يعرف الجواب؟ مو معقوله والله. طيب اخوان نهدى بس نهدى نهدى لو تكرمتوا عشان خاطر اخوكم الصغير بس. طيب طيب قول لي ثبت وثبت يا نواف. ثبت فراشه تقول ثلاثه اسمع مع ولا ها احنا قد اخترنا ما بنغيره معاها. الله يستر منها. اسمع ثبت على ثلاثه. ثبت ثبتوا لي على ثلاثه. فراشه الفراش جميل جدا. ابا يلا ما ارتحت يا اسمع. عوض يا محمد عوض عوض هذا يا رجل مرتين. الفراش جميل جدا ولكن في بعض الأحيان للأسف يعني الفراش يلسع. لا ما يلسع صح؟ جميل الفراش جميل ولطيف. في الحدائق فقط ما في البيت بعد موجود. ها في البيت والله. اي والله. طيب الجولة الثالثة توكلنا على الله يا جماعة.